رامي، ضعنا في التفاصيل وفي أروقة هذا الحدث. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، حيث انتهت منذ قليل الجلسة الافتتاحية الخاصة بالاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من القادة وأكثر من 81 دولة ممثلة في وزراء المالية ومحافظي البنوك الخاصة بأعضاء هذه المجموعة الخاصة بالبنك الإفريقي للتنمية. وأيضا إذا تحدثنا عن حضور كبير لأكثر من 4000 مشارك يمثلون كل من يهتم بالتنمية في إفريقيا، سواء بالتحول إلى النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر تحديدا، أو كمان مواجهة التغير المناخي. وهذا يأتي ضمن العديد من التوصيات والمقترحات التي خرجت من مؤتمر المناخ كوب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ. يأتي هذا الاجتماع السنوي تحت عنوان كبير وعريض وترجم إلى أكثر من جلسة وإلى أكثر من فعالية هنا في هذا الاجتماع السنوي 58 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والتاسع والأربعين لمحافظي بنوك هذه البلدان لمجموعة البنك الإفريقي سواء الإقليمية أو غير الإقليمية. ولو تحدثنا عن أن هناك الآن عدد من الموائد المستديرة الخاصة بالمنتدى الإفريقي للاستثمار لمناقشة كيفية جذب المستثمرين والتنمويين وكل من يشارك في نهوض القارة الإفريقية في مواجهة التغير المناخي والنمو الأخضر تحت عنوان عريض وكبير الحشد وتعبئة تمويل القطاع الخاص للنمو الأخضر والتغير المناخي. هذا هو المشهد بشكل كبير من خلال الجلسة الافتتاحية التي عرض أيضا خلالها العديد من الكلمات وأيضا فيلم تسجيلي لأبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والبلدان الإفريقية وأيضا المشروعات التي شارك بها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في أكثر من دولة إفريقية للمساعدة في التنمية وأيضا البناء البنية التحتية الخاصة بهذه البلدان. هناك العديد من الحضور، نتحدث عن مصرفيين، نتحدث أيضا عن اقتصاديين وأيضا تنمويين وكل من يهتم بهذا الجانب سواء الجانب الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أو أيضا لو تحدثنا عن الجانب الخاص بالتغير المناخي وتنفيذا لمقترحات كوب 27. وأيضا إذا تحدثنا عن حضور واسع لكل ممثلي البلدان الإفريقية هنا في مدينة شرم الشيخ، والآن يعني في مثل هذه القاعة تقام جلسة أخرى ومائدة مستديرة حول منتدى إفريقيا للاستثمار لجذب المستثمرين والتنمويين وأيضا لعرض الكثير من النقاط الخاصة بطرق ومشروعات التنمية في البنية التحتية تحديدا في البلدان الإفريقية. وأيضا هناك العديد من الخطوات الأخرى، منها أيام السوق التي سوف تحدد بدولة المغرب وتنطلق من 8 وحتى 10 من نوفمبر القادم. هذا هو المشهد هنا من خلال الفعاليات الخاصة بالجلسة الافتتاحية واليوم الأول لانطلاق الاجتماع السنوي الخاص لمجموعة بنوك الإفريقي للتنمية. هذا هو المشهد، عودة إليك. رامي، ماذا عن المشاركين بعد الجلسة الافتتاحية؟ يعني هل لمست رغبة وحماس من أجل الوصول إلى حلول واقعية بالرغم من التحديات الاقتصادية القائمة في العالم، وبالتالي كانت الآمال أنت لمستها هي أكبر من فكرة التحديات ومن فكرة المشكلات التي يمكن أن تواجه هذه الشراكات وهذا التكامل الذي نسعى إليه وننشده من خلال هذه المؤتمرات الخاصة بالمناخ؟
نعم، إذا تحدثنا عن الحضور الإفريقي الواسع والكلمات المهمة التي أتت على ألسنة القادة والزعماء لعدد من البلدان الإفريقية، وأيضا من خلال الكثير من اللقاءات التي قمت بها مع عدد من وفود البلدان الإفريقية وأيضا ممثلي وأعضاء لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تحدثوا جميعا أن هناك أمال واسعة خاصة في الحضور هنا إلى مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، وأيضا المشاركة من مصر، وفي ظل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية والرغبات والطموح والأمال الكبيرة، هناك بالفعل أمال منشودة من قبل الأفارقة من حضروا هذا الاجتماع. نتحدث عن أكثر من 4000 وافد ومشارك لهذا الاجتماع، جميعهم أكدوا على اختلاف الطرق التنفيذ، يعني الجميع يتحدث عن الحشد والتعبئة من العنوان، والجميع أشاد بهذا العنوان، العنوان العريض لهذا الاجتماع، بحشد وتعبئة التمويل القطاع الخاص، مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في البنية التحتية في الأمور التنموية وأيضا التنمية المستدامة، وليست لفترة محددة أو ليست مشروعات مؤقتة، ولكن مشروعات على الأمد البعيد. الجميع هنا محمل بالكثير من الرسائل والتنوع في تنفيذ هذه المشروعات في البلدان الإفريقية مختلفة، والجميع هنا يقول ويتحدث من خلال أكثر من لقاء وحوار لي مع عدد من الشباب الأفارقة المشاركين، سواء من ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أو أيضا من لديهم مبادرات كبيرة للتنمية في إفريقيا، تحدثوا أننا جميعا لدينا نفس التحديات، لدينا المواجهة الكبيرة تجاه تحديات عديدة، منها التلوث، منها التغير المناخي على مستوى العالم وتحديدا القارة الإفريقية، لكن لابد أن نسعى، لابد أن نجتهد، لابد أيضا أن يكون لدينا خطط واسعة وشاملة للتنفيذ على أرض الواقع. اليوم من خلال هذا الاجتماع وهذا العنوان العريض في هذا العام هو الدفع والحشد والتعبئة لتمويل القطاع الخاص نحو النمو الأخضر، نحو التغير المناخي للقارة الإفريقية. فالجميع أكد على تحديات واحدة وأيضا التوجه بطرق مختلفة وآليات متنوعة، لكن نحو طموح وأمال كبيرة للقارة الإفريقية. نعم، رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، أشكرك جزيل الشكر على هذه التغطية الشاملة لفعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي.